سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا لرحاب القرآن فهبي أنسام الجنات علينا. بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا. بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى ليلة جديدة من ليالي شهر رمضان المبارك وحلقة جديدة من برنامجكم المسابقتي القرآني الرمضاني في رحاب القرآن الكريم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار. رواه البخاري ومسلم. حياكم الله إلى هذه الليلة المسابقاتية القرآنية الرمضانية، وأرحب في مستهلها بلجنة التحكيم معنا في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم ومن ليالي هذا البرنامج القرآني. بداية أرحب بالدكتور خالد الكبودي رئيس اللجنة، أهلا ومرحبا بك شيخ خالد. سلمكم الله وعافاك، حياك الله. وأرحب أيضا بالشيخ غازي البكيلي عضو اللجنة، أهلا ومرحبا بك. مرحبا وأهلا وسهلا بكم أخي الكريم، حياك الله. كما أرحب أيضا بالدكتور باسم الحبشي عضو اللجنة، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله جميعا. وكذلك نعطي أيضا فرصة للمتسابقين الأفاضل معنا في فئة المصحف في هذه الليلة المباركة، لكل متسابق أن يعرف باسمه. ونبدأ على يميني، تفضل. الاسم محمد ناجي طاهر الظاهري من محافظة عدن، الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. حياك الله أخي محمد، ونتمنى لك التوفيق والنجاح إن شاء الله. ويتفضل المتسابق الآخر أيضا بالتعريف بنفسه. براهود أحمد بأحمد، محافظة حضرموت الوادي، الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. حياك الله أخي براء، ونتمنى لك أيضا التوفيق والنجاح. وكذلك بالمتسابقين على يساري، تفضل أخي كريم التعريف باسمك. سلطان فهد محسن باجريدي من محافظة حضرموت، مديرية حجر، الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. حياك الله أخي سلطان، ونتمنى لك أيضا التوفيق والنجاح. ويتفضل الأخ بالتعريف أيضا بنفسه. عمرو محمد غالب القامص من محافظة دمار، الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. حياك الله عمرو أيضا، ونتمنى لك التوفيق والنجاح، ونتمنى للجميع التوفيق في هذه الليلة المسابقاتية القرآنية. إذن الكلمة في بداية هذا اللقاء وفي الجولة الأولى للجنة التحكيم وإدارة الجولة الأولى من هذا السباق. مأرب بيتنا، مأرب بيتنا، مأرب بيتنا، مأرب بيتنا، مأرب بيتنا، مأرب بيتنا، مأرب
بيتنا. هذه الفقرة برعاية صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مأرب. أعزائنا المشاهدين في كل مكان، باسمكم جميعا نرحب بضيوفنا في هذه الحلقة، ونستهل مسابقتنا هذه في هذه الليلة المباركة بالمتسابق الأول، وهو ولدنا المبارك الأستاذ محمد ناجي طاهر. أهلا وسهلا بك، شرفت وأنست. ولديك 5 أسئلة، اختر أحدها. السؤال الأول. الأول، حياك الله يا أستاذ محمد، وإن شاء الله تسمع السؤال من أستاذنا الدكتور باسم، فإليه يتفضل. جزا الله خيرا المتسابق محمد، وليتفضل وليقرأ من قول الله تبارك وتعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. أحسنت وبارك الله فيك. ما شاء الله عليك يا محمد، وفقك الله وأسعدك، أمتعتنا بتلاوتك المباركة. وننتقل الآن إلى ولدنا الحبيب البراء هود بحميد. حياك الله حبيبي، اختر بقية سؤال من البقية من الثاني إلى الخامس. خامس. الخامس، مرحبا بك، وأيضا ستسمع سؤالك من أستاذنا الدكتور باسم، فليتفضل. فليتفضل هود أو براء هود، وليسمعنا من قول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر. سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم
إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. أحسنت وبارك الله فيك. ما شاء الله عليك يا براء، أسعدك الله ونور الله قلبك ووفقك إلى كل خير. سبحان الله سبحان. بارك الله في المتسابقين معنا في هذه الجولة، وبالتأكيد تلاوات عطرة جزاكم الله خير، وبارك الله أيضا في لجنة التحكيم وجزاهم الله خير الجزاء. حملوا على أكتافهم أحلامهم، يبنون صرحا بالتقى مزدانا، لبناته اكتملت بحفظ كتابهم كالنور حين يتم بدر سمانا. المشاهدون الأكارم، نبقى وإياكم مع فقرة قصص نجاح قرآنية، نتابع وإياكم القصة التالية من نجاح في القرآن الكريم، نتابع. سبحان الله سبحان هذه الفقرة برعاية رجل الخير والإحسان صالح محمد عبد رب الطاطي. اسمع
اسمي محمد شهاب عبد الله فارع من محافظة عدن كريتة مديرية طيرة. أبلغ من العمر 23 عاما وحافظ لكتاب الله بفضل الله وبنعمته، كفيف منذ الولادة لله الحمد. أخذ الإجازة برواية حف عن عاصم. درست في جامعة علوم القرآن الكريم وتخرجت بكالوريوس ومتزوج ولدي طفلان. بدأت في حفظ كتاب الله وأنا في الصف الثالث، وحفظت القرآن وأنا في الصف التاسع. الشيء الذي أعانني طبعا طريقة برايل للمكفوفين، الخاصة بالمكفوفين يعني المسجل، يعني الاستماع، أتسمع إلى القراء. وأيضا الذي شجعني في حفظ كتاب الله الوالدين والمعلمين، وكانوا هم سبب إيصالي إلى هذه المرحلة. شاركت في عدد من المسابقات، منها أيضا في مساجد عدن كريتر. أيضا شاركت في مسابقات إذاعية في محافظة حضرموت مديرية تيئون في مسابقة قراء العدن. إلى تكريم الحاصل على المركز الثاني محمد شهاب، ألف مبروك يا محمد. تفوق، نسأل الله أن ينفع بك. تفضل تفضل. مدير الروح تضمأ فاعتني بالروح، فهنا معي الروح يا ضمأ بين رحاب الذكر والقرآن. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اسمي نسيم شهاب عبد الله فارع من محافظة عدن كريتر. عمري 26 عاما. أحفظ القرآن الكريم كاملا لله الحمد. ختمت القرآن عام 2016، وأنا طبعا كفيفة كلي منذ الولادة، إعاقتي منذ الولادة. السبب كان هو وراثي يعني. لست في الكلية العليا للقرآن الكريم والدراسات الإسلامية، خريجة بكالوريوس عام 2018-2019 ميلادية. وبعد ما أكملت جامعتي ذهبت إلى معهد نور المكفوفين، كنت في بداية الأمر متطوعة في معهد نور المكفوفين، ومن ثم في هذه العامين الأخيرين عاقدوني مدرسة قرآن إسلامية عندهم، وكمان أعمل في مسجد الرحاب مدرسة حلقة قرآن كريم. الذي شجعني في حفظ القرآن الكريم قبل كل شيء هو حافز ذاتي، وكمان الذي شجعني هم والدي العزيزين أبي وأمي الله يحفظهم، كانوا سبب في تشجيعي في حفظ القرآن. كلمتهم مني أحب أن أحفظ كتاب الله وكذا، فهم ما قصروا يعني. وطبعاً كانت يعني الوسائل التي لقيت إليها في حفظ القرآن، أولاً كانت السماع عن طريق القراء مثل ماهر المعيقلي، فارس عباد وغيرهم. وكمان عندما تعودت على قراءة مصحف برايل وكيف أقرأ القرآن في الحركات وهكذا، الحمد لله بعد بقيت أقرأ في السماع كمان، وبرضه طريقة برايل أعانني كثير في حفظ القرآن الكريم. المسابقات التي شاركت فيها، أول مسابقة كانت في مسجد الرحاب، المسابقة الكبرى للقرآن الكريم على مساجد عدن طبعا. ومن ثم شاركت في مسابقة في جامع الخير بحر مكسر تبع جمعية المكفوفين، هذا بالنسبة لي يعني داخل عدن. وبالنسبة لي خارج عدن شاركت في مسابقة قراء العزم. أولاً نصيحتي أقدمها للناس بشكل عام، يعني نصيحتي أقدمها على وجه العموم، أن يداوموا على حفظ القرآن، وإن لم يستطيعوا على حفظه يداوموا على ورده، على قراءته وورده، لكي لا يكونوا ممن هجر القرآن فيكتبوا من الغافلين عند الله عز وجل. أما نصيحتي لأصحاب ذوي الهمام، أصحاب ذوي الإعاقات الخاصة، أن يحفظوا القرآن ويعملوا به، لأن هذا الشيء الذي بينفعهم في دنياهم وآخرتهم. يعني من هم يمتلكون البصر والصحة والعافية، فأنصحهم أن يحفظوا القرآن وأن يلازموه. وأنصح أيضا أولياء الأمور أن يشجعوا أولادهم وأن يحفزوهم على حفظ كتاب الله. اقرأ ورتل روعة التبيان، اقرأ لتحيا الأرض والإنسان، اقرأ لننسى الهم والأحزان، الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم معا لخدمة كتاب الله تعالى.
إذن مشاهدينا الكرام، كما تابعنا الفقرة السابقة وهي فقرة عبارة عن قصة نجاح قرآنية، وهناك الكثير والكثير من القصص الناجحة في مجال القرآن الكريم، وما هذه إلا نموذج من نماذج عديدة إن شاء الله سيتم عرضها لاحقا. المشاهدون الأكارم، عودة إلى الاستوديو والجولة الثانية من سباق هذه الليلة، والكلمة الآن للجنة التحكيم وإدارة الجولة الثانية للمتسابقين الآخرين. سبحان الله سبحان الله. مشاهدينا الأكارم في كل مكان، نذهب سويا لإكمال منافستنا في هذه الليلة مع المتسابقين الآخرين، ونبدأ بالمتسابق الأول وهو سلطان فهد محسن من أبناء حضرموت. صحيح، حياك الله، شرفتنا. الله يحييك ولدي الحبيب. بقي لك السؤال الثالث والثاني والرابع، فأيها تختار؟ السؤال الثالث. الثالث، على بركة الله، وستسمع سؤالك من أستاذنا الفاضل الشيخ غازي البكيلي فإليه، ووفقك الله. مرحبا بك يا سلطان، وأهلا وسهلا بك. اقرأ لنا من قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. أحسنت، وفقك الله وبارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ سلطان، وما شاء الله أمتعتنا بقراءتك الجميلة، وفقك الله وأسعدك ونور قلبك. والآن ننتقل إلى المتسابق الأخير ولدنا الحبيب عمرو محمد غالب القامص. حياك الله حبيبي، شرفت. بقي معك السؤال الرابع والسؤال الثالث، الثاني، فأيهما تختار؟ الثاني. الثاني، طيب اسمع سؤالك من شيخنا الشيخ غازي البكيلي فإليه. نرحب أيضا بالمتسابق عمرو، نسأل الله أن يوفقه.
وليقرأ لنا من قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له لا عوج له وخشعت الأصوات فلا تسمع إلا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. أحسنت بارك الله فيك ووفقك الله. ما شاء الله عليك يا عمر. الحقيقة هذه الليلة إبداع من جميع المشاركين والمتسابقين، ولا شك أن المنافسة ستكون على أشدها، وهذا يبشر بالخير في مثل هذه النماذج العطرة من جميع محافظات الجمهورية التي تدل على جهود مباركة تقوم بها الجمعيات والمراكز التي تعتني بتحفيظ هؤلاء، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وإلى فقرتنا القابلة. سبحان الله سبحان الله. إذن بارك الله في المتسابقين في الجولة الثانية، وبارك الله في شيوخنا الأفاضل في لجنة التحكيم. وحتى قبل أن نستمع إلى نتيجة الجولة الأولى والجولة الثانية من سباق هذه الليلة، نذهب وإياكم لمتابعة استراحة هذه الحلقة ومع نجوم الفن الهادف. وقتا ممتعا. سبحان الله سبحان سبحان الله. إيد وحدة إيد وحدة كلنا مو في بوعدة. إيد وحدة إيد وحدة كلنا مو في بوعدة. كلنا في الهم واحد كالجسد والله شاهد. إن تألم شخص منا كانت الآلام وحدة. كلنا في الهم واحد كالجسد والله شاهد. إن تألم شخص منا كانت الآلام وحدة. إيد وحدة إيد وحدة كلنا مو في بوعدة. إيد وحدة إيد وحدة كلنا مو في بوعدة. الوطن اللي احتاج منا لما لا يبشر بسعادة. الوطن اللي احتاج منا لما لا يبشر بسعادة. ديننا دين التسامح قد أمرنا بالتناصح والتأخي والتصالح. حبنا في الله وحده. ديننا دين التسامح قد أمرنا بالتناصح والتأخي.
أخي والتصالح حبنا في الله وحده إيد وحده إيد وحده كلنا مو في بعده إيد وحده إيد وحده كلنا مو في بعده الوطن لحتاج منا لما لا يبشر بسعادة الوطن لحتاج منا لما لا يبشر بسعادة بالمحبة والتكاثر منحنينا للعواصف واتحدنا في المواقف ايد وحده ايد وحده بالمحبة والتكاثر منحنينا للعواصف واتحدنا في المواقف ايد وحده ايد وحده ايد وحده كلنا مو في بعده ايد وحده ايد وحده كلنا مو في بعده الوطن لحتاج منا لما لا يبشر بسعادة الوطن لحتاج منا لما لا يبشر بسعادة إن عدا وقت الشدائد تجعل القرآن قايد لن تجد فينا محايد أو منافق خان عدا إن أتى وقت الشدائد نجعل القرآن قايد لن تجد فينا محايد أو منافق خان عدا إيد وحدة إيد وحدة كلنا مو في بعدة إيد وحدة إيد وحدة كلنا مو في بعدة الوطن لحتاج منا إيد وحدة كلنا مو في بعدة الوطن لحتاج منا لما لا يبشر بسعادة الوطن لحتاج منا لما لا يبشر بسعادة سبحان الله تحية لنجوم الإبداع أينما كانوا على هذه الرسالة الهادفة القيمة وما أحوجنا جميعا مشاهدين الكرام إلى مثل هكذا فن في هذه المرحلة التي نشاهد فيها الفتن في كل مكان ونسأل الله السلامة. تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان. مشاهدينا الكرام نبقى وإياكم مع الفقرة التالية وهي فقرة معالم وأعلام يمنية ونتابع الزملاء في الميدان وطرح أيضا السؤال الميداني ومن سيفوز بالإجابة على السؤال الميداني نتابع. سبحان الله سبحان سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. مشاهدينا الكرام تقبل الله صيامكم وطاعتكم بكل خير وكل عام وأنتم بألف خير. نرحب بكم إلى لقاء جديد في فقرة السؤال الميداني لبرنامج في رحاب القرآن ومن مدينة المكلا مدينة التاريخ وسلطانة الهدوء والملاذ ننطلق وإياكم ونطرح السؤال التالي. صحابي جليل من اليمن كان من أحسن الصحابة سورة ومن أطولهم قامة قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم على وجهك مسحة ملك من هو هذا الصحابي؟ لمعرفة إجابة السؤال والفائز معنا بجائزة اليوم تابعونا. بجناح الأشواق أتينا صحابي جليل من اليمن كان من أحسن الصحابة سورة ومن أطولهم قامة قال له الرسول صلى الله عليه وسلم على وجهك مسحة ملك من هو هذا الصحابي؟ عفو ما عندي صحابي جليل من اليمن
اساعدك صحابي تحديدا من حضرموت. من هنا. من هو هذا الصحابي؟ عمر بن العاص. صحابي جليل من اليمن. عمر بن العاص مش من اليمن. صحابي جليل من اليمن. معاذ بن جبل. هو من اليمن وتحديدا من حضرموت. تحديدا من حضرموت. ايوه نعم. ملك. من هو هذا الصحابي؟ ما ادري والله. صحابي من اليمن وتحديدا من حضرموت. اسعد زيدت المساعده. لحظه. صحابي جليل أبو بكر الصديق. صحابي جليل من اليمن كان من أحسن الصحابة صورة ومن أطولهم قامة. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم على وجهك مسحة ملك. ما في اختيارات. ما في خيارات للأسف. حاولي. حضرموت. جرير بن عبد الله. جرير بن عبد الله. أنت الآن قلتي جرير بن عبد الله. من اللقب؟ بن عبد الله. ها جرير بن عبد الله الباء. قرب ساعتك. البجلي الصحابي الجليل الذي كان من أطول الصحابة ومن أحسنهم صورة. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم على وجهك مسحة ملك. وحصلنا على الإجابة هنا من الأخت. عرفين عليك. سميرة باجروان. سميرة باجروان عفوا. وتستحق جائزة مقدارها 30,000 ريال مقدمة من راعي هذه الفقرة. ألف ألف مبروك يا سميرة. ذات يوم من السنة 9 للهجرة، وبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده يحدث الصحابة، إذ قطع حديثه وقال لهم: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من خير ذي يمن، ألا وإن على وجهه مسحة ملك. فكان الداخل رجلا طويل القامة ضخم البنية ومن أحسن الناس صورة. إنه جرير ابن عبد الله البجلي من قبيلة بجيلة من اليمن. دخل المدينة مع 150 رجلا من قبيلته معلنين إسلامهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابي الجليل جرير البجلي رضي الله عنه أحد رجال أهل اليمن الأشداء، وكان يملك الكثير من الصفات الحسنة التي يجب أن يمتلكها كل مسلم، وقد أخبر بتلك الصفات الطيبة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم واصفاً إياه بأنه جميل الوجه والمنظر، إلى جانب شجاعته المعروفة عنه كثيراً وكرمه وأخلاقه الحميدة. وتروي كتب السيرة أنه جاء إلى النبي في أحد مجالسه فلم ير موضعاً، فأخذ النبي رداءه فلفه ثم رمى به إليه فقال: اجلس عليه. فأخذه جرير وضمه وقبله ثم رده على النبي وقال: أكرمك الله يا رسول الله كما أكرمتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. ومنذ الأيام الأولى لإسلامه حاز الصحابي الجليل جرير مكانة عالية لدى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان لا يستطيع أن يثبت على ظهر الخيل لطوله وضخامة بنيته. وسأل النبي أن يدعو له، فوضع صلى الله عليه وسلم يده الكريمة على صدره قائلا: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. كلفه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب لهدم صنم يقال له ذو الخلصة بمنطقة السرات وتسمى بيشة حاليا. فذهب بسرية من قبيلته بجيلة وقاموا بإحراق الصنم. وفي عهد الفاروق
أرسله على رأس قومه فساند جيش المثنى لفتح العراق وفارس، وقد أبلى بلاء حسنا في القادسية. وكان جرير هو من قتل مهران قائد الفرس في معركة النخيلة، وتوفي سنة 51 للهجرة. رحم الله جريرا ابن عبد الله البجلي ورضي عنه وأرضاه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. شكرا جزيلا للزملاء في الميدان، وتهانينا للفائز بالجائزة الميدانية، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح. والآن حان إعلان النتيجة النهائية في هذه الليلة المباركة للمتسابقين معنا في فئة المصحف، ومن سيتأهل إلى المرحلة التالية، ومن سيخرج من هذه المنافسة. وبالتأكيد الكل فائز مع كتاب الله عز وجل، ولكن هذه هي طبيعة هذه المشاركة في هذا البرنامج وفي هذا الموسم القرآني الرمضاني. الآن إلى لجنة التحكيم وإعلان النتيجة النهائية. مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، كانت نتيجة حلقتنا لهذه الليلة على النحو الآتي: المتسابق الأول محمد ناجي طاهر حصل في الحفظ على 50 درجة من 50، وفي التلاوة على 47 درجة، فيكون مجموع درجاته 97 درجة. بينما المتسابق الثاني وهو البراء هود بحميد حصل في الحفظ على 49.5 درجة، بينما حصل في التلاوة على 48.33 درجة، وكان مجموعه 97.83. أما المتسابق الثالث وهو سلطان فقد حصل في الحفظ على 50 درجة من 50، وفي التلاوة على 49 من 50، فمجموع درجاته 99 درجة، وهو الأول في مسابقة هذه الليلة. أما المتسابق الأخير وهو عمرو محمد غالب القامص فقد حصل في الحفظ على 49.5 درجة، وفي التلاوة على 49 درجة، وبالتالي سيكون مجموع درجاته 98.5 درجة، وبالتالي فإن الطالب الذي سيكرم في هذه الليلة هو المتسابق الأول محمد ناجي طاهر، فمبارك له، ونسأل الله أن يوفق الجميع إلى كل خير. وإليكم جزاكم الله خير، وتهانينا لكل المشاركين ولكل المتسابقين في هذه الليلة المباركة، وتهانينا أيضا للأخ محمد ناجي طاهر الذي حصل على 97 درجة، وهو الذي سيخرج من هذا التنافس، ونتمنى له التوفيق والنجاح في سائر الأيام القادمة. بينما البراء هود بحميد حصل على 97.83، وكذلك عمر محمد غالب القامص حصل على 98.5 درجة، بينما المركز الأول أو الترتيب الأول من نصيب سلطان فهد محسن الذي حصل على 99 درجة. إذن يتفضل إلى الاستوديو الشيخ صالح الحواني رئيس الجمعية الخيرية للتعليم القرآن الكريم لتسليم الجائزة الذي سيودع هذه التصفيات، وهو الأخ محمد ناجي طاهر. وتفضل الشيخ صالح. سبحان الله سبحان الله. حياك الله شيخ صالح، أهلا وسهلا بك في هذه الليلة المباركة. وكما سمعنا من لجنة التحكيم فإن الذي سيكرم في هذه الليلة هو الأخ المتسابق محمد ناجي طاهر الذي حصل على 97 درجة، بينما الثلاثة الآخرين سوف يتأهلوا إلى المرحلة القادمة. يتفضل الأخ محمد ناجي طاهر لإسلام جائزته المقدمة
من صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مأرب، وكذلك شهادة مشاركة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. تفضل. مرحبا بك، وفقك الله. وفقك الله، الله يحفظك وينفع الله بك إن شاء الله تعالى. هذه جائزتك. وهذه الشهادة. وفقك الله وحفظك الله. إذن أتمنى لك التوفيق والنجاة أخي محمد، وشكرا جزيلا للشيخ صالح الحواني ومن خلالك لكل العاملين في الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. بارك الله فيكم جميعا. وبهذا مشاهدين الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في هذه الليلة المباركة، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في نفس الموعد وفي حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. حتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، سبحان الله، بجناح الأشواق أتينا، بلقاء الأحباب سعينا، بجناح الأشواق أتينا، بلقاء الأحباب سعينا، لرحاب القرآن فهبي أنسام الجنات علينا، بجناح الأشواق أتينا، للقاء الأحباب سعينا، بجناح الأشواق أتينا، للقاء الأحباب سعينا، أنسى من جنات علينا، أنسى من